وضعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سياسة وطنية لريادة الأعمال في مملكة البحرين، وذلك في ظل وجود استراتيجية خاصة لدى الوزارة تعنى بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ شيخ الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير سيدة شيخة، وما هي مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تعزيز دور رواد الأعمال؟ شكرا، يمسيكم ربي بالخير ومبارك عليكم الشهر الكريم، عسى ربي يعوده على الأمة الإسلامية والبحرين وأهلها بالصحة والسلامة وزوال الوباء بإذن الله. طبعا دور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دعم ريادة الأعمال دور جدا هام من خلال رئيس الوزارة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهدف إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة لخلق بيئة عمل جادة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة، وذلك من خلال تحسين قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وعلى أثر ذلك قام المجلس بإطلاق مبادرات متنوعة تم تصنيفها بحسب 5 محاور استراتيجية، وهي تيسير التمويل والوصول إلى الأسواق وتعزيز الابتكار وتطوير المهارات وتبسيط بيئة الأعمال. وكذلك يعد المجلس نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء على ذلك تم إنجاز ما يقارب 13 مبادرة حتى نهاية عام 2020، واللي يعتمر لتضافر الجهود والمساعي المشتركة. وعلى الرغم من حداثة إطلاق هذه المبادرات نظرا لتدشينها خلال الأعوام القليلة السابقة، لأنها تركت أثر كبير في منظومة ريادة الأعمال وللابتكار، وأسست لنقلة نوعية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في دعم ريادة الأعمال ورواد الأعمال البحرينيين، وأثرها راح يمتد على المدى البعيد وفقا لأفضل الممارسات بهذا الخصوص. نعم أستاذة شيخة، كيف يساهم ذلك في تعزيز الانتماء الوطني في البحرين؟ أنا أحب أسلط الضوء على أغلب المبادرات اللي وضعتها الوزارة تروج للمنتج البحريني وللمنتج الوطني. ومن أهم هذه المبادرات إطلاق مركز صادرات البحرين لتشجيع وترويج الصادرات الوطنية عبر تقديم 11 حل تصديري، وإطلاق علامة صنعة البحرين اللي تم إطلاقها في بداية عام 2020 لتحقيق الريادة للمنتج الوطني والترويج للصناعة البحرينية في الأسواق المحلية والأسواق العالمية. عندنا مبادرة النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللي بناء عليه يتم تصنيف المؤسسات حسب الحجم على أساس أنهم يستفيدون من البرامج والمبادرات المخصصة كالحصول على أفضلية في المناقصات والمزايدات الحكومية. وتم حتى حينها استلام أكثر من 2000 طلب للتصنيف. بالإضافة إلى ذلك أطلقت الوزارة عام 2017 نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، وبناء لدعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم خدمات الاحتضان وتشجيع رواد الأعمال البحرينيين. وبناء عليه تم الترخيص ل 25 حاضنة ومسرعة الأعمال ومسرعة أعمال، وتحتضن ما يفوق 800 مؤسسة وشركة ناشئة بحرينية. نعم. وقد بادرت الوزارة بزيادة فترة الاحتضان إلى 3 سنوات، وذلك تتغلب على التحديات الاقتصادية والتعافي من تبعات جائحة كورونا. وإضافة على ذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع جامعة البحرين بإطلاق مكتب نقل التكنولوجيا والابتكار، ويهدف المكتب إلى تفعيل سياسة الملكية الفكرية لتأمين الحماية للملكية الفكرية لاختراعات الكادر الأكاديمي والطلبة على حد سواء، وتطبيق عملية التفاوض على متطلبات الترخيص اللي بتساهم في عملية التسويق والاستغلال التجاري للابتكارات المحلية بقواعد بحرينية. نعم الأستاذ شيخ الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.